أهلا بكم. العلاقات التجارية بين مصر والعالم حديثا. احنا اتكلمنا عن علاقات مصر بين مصر والعالم قديما، ملكة حتشبسوت لما كانت بتعمل رحلات تجارية إلى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. كل العلاقات التجارية منذ القدم وهي علاقات طيبة، وإن مصر دايما كانت بتشارك في هذه الرحلات لزيادة اقتصادها أو لعملية التبادل التجاري اللي هي الصادرات والواردات. دلوقتي بقى هنتكلم حديثا، او دلوقتي في الوقت الحالي ده، علاقة مصر بالعالم حديثا بالنسبة للتجارة شكلها ايه؟ زي ما احنا قلنا ان اصبحت علاقات تجارية مع معظم دول العالم. طب ازاي؟ ايه هي الدول اللي احنا دايما بنعمل معاها علاقات تجارية؟ المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، الامارات العربية المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، أسبانيا، وبعض الدول الإفريقية. وعشان كده بقول إن العلاقات بتاعتنا علاقات قوية وما زالت لغاية دلوقتي. كل دول معروض عليكم دول، دي دلوقتي مصر لها علاقات تجارية قوية جدا معاهم، بمعنى إن عملية الاستيراد والتصدير بتتم مع الدول دي. طب بس كده؟ لا، هنكمل بقى حاجة تانية اللي هي إيه بقى؟ إيه أهم الصادرات والواردات؟ احنا بنصدر ايه وبناخد منهم ايه؟ اهم الصادرات عندي المصرية اللي بنصدرها زي ما انتوا شايفين كده، عندي مثلا الحديد، وعندي الخضروات والبلاستيك والفواكه، كمان الغاز الطبيعي، الفوسفات، الملابس. كل ده احنا بنصدره؟ كل دي صادرات. جميل. طيب ايه الواردات؟ احنا بنستورد منهم ايه؟ بنستورد منهم السيارات والآلات الصناعية والحبوب، لان احنا عندنا الحبوب بتقل ما بتكفيش حاجة السكان، فبنضطر ان احنا نستورد من بره. يبقى انا هنا عندي ايه؟ اهم الصادرات واهم الواردات. لازم اعرف بنصدر ايه وبنستورد ايه، احنا بنديهم ايه وبناخد منهم ايه. يبقى انا عندي كده كل الاجزاء اللي احنا اتكلمنا عنها دي حديثا اللي هي مصر حاليا. طيب تعال نشوف نقطه تانية، طرق التجاره. احنا اتكلمنا قبل كده في النظام القديم او في التجاره القديمه اللي هي طريق الحرير وطريق التوابل. طب دلوقتي بقى طرق التجاره حديثا، احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان مصر ليها قديما طريق الحرير وطريق التوابل. حاليا دلوقتي في اكتر من طرق بتعمل على تنميه التجاره في مصر. فمثلا عندي هنا بيقول لي ان الموانئ البحريه ليها دور كبير جدا في التجاره، كمان المطارات الجويه، الممرات البحريه او الملاحيه لها دور كبير جدا في التجاره الدوليه، لان طبعا الموانئ والمطارات والممرات هيساعدوا عمليه التبادل التجاري بسهوله، هيسهل لي عمليه الحركه وهتوصل بسرعه. طب جميل قوي، زي ايه كده؟ قناه السويس ده شريان التجارة العالمي، ده مش في مصر وبس، لا ده في العالم كله. يعتبر أو تعتبر قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم، أهم ممر ملاحي في العالم قناة السويس. أهم المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، يعني معنى أصح كده هي المصدر الأول بالنسبة لنا في العملات الأجنبية، لأن كل السفن اللي بتعدي من قناة السويس شيء طبيعي ان هي بتدفع فلوس عشان تعدي. ده دخل لينا كبير جدا. يبقى انا عندي هنا اهم ممر ملاحي، وكمان من المصادر الرئيسيه للعملات الاجنبيه. عائدات قناه السويس وصلت في عام 2021 نحو 6 مليارات دولار، يعني ما شاء الله دخل كويس جدا ودخل كبير جدا بالنسبه لمصر، ويعتبر من اهم الطرق التجاريه حاليا. دي صورة طبعا قناة السويس اهي. طبعا انتوا عارفين في قناة السويس العادي، وفي طبعا القديمة اللي هي العادية، وفي طبعا طريق قناة السويس الجديدة اللي سهلت لي عملية الايه المرور بسهولة ويسر، ووفرت لي وقت وجهد، ومحدش بيقف دلوقتي، الاتجاهين شغالين في نفس التوقيت، يعني بمعنى اصح سهل العملية بدون اي تعطيل. دلوقتي بقى هنتكلم على المطارات المصرية. اشهر المطارات المصرية كلنا بنسمع عنها ونعرفها، عندي مطار القاهرة الدولي، عندي مطار شرم الشيخ،
وعندي مطار الأقصر. دول أشهر المطارات الموجودة عندي، لأنها في مراكز يعني يعتبروا في القاهرة وفي شرم الشيخ على البحر، في البحر الأحمر، مطار الأقصر هنا في الجنوب، أيا كان المنطقة اللي هي فيه، هي مطارات بتختص بالتجارة وبتسهل لي عملية التجارة. طب المواني بقى، طبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا مواني تجارية هامة زي ميناء اسكندرية وميناء دمياط. وطبعا ميناء اسكندرية من اهم المواني، لان على طول السفن بتقف عنده عن طريق البحر المتوسط. ميناء دمياط اتبنى ليه؟ علشان يخفف الضغط شوية على مدينة اسكندرية. دلوقتي حاليا الدولة بتعمل على تطوير وزيادة عدد الأرصفة والسفن الموجودة عشان تنمي هذه الايه، هذه المنطقة في التجارة. لو بصينا هنا مع بعض كده على الخريطة، بصوا كده، ادي ميناء دمياط اهو، عندي هنا كمان ميناء اسكندرية اهو، عندي هنا مطار القاهرة الدولي، عندي كمان هنا مطار شرم الشيخ، وعندي هنا مطار الأقصر. لو بصيتوا كلهم مكملين لبعض، مطار دمياط واسكندرية، ميناء دمياط واسكندرية، مطار القاهرة، مطار شرم الشيخ، مطار الأقصر، دي كلها مراكز قوة بالنسبة للتجارة وبتعمل على تسهيل التجارة. وشيء طبيعي إن الدولة تهتم بده وتزود عدد الأرصفة بالنسبة للسفن عشان تسهل عملية التجارة والتبادل التجاري ما بين الدول. عشان تشوفوا باقي حلقاتنا، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب قناة الإسكولا.